هذا منهج الإمام القسطلاني في كتابه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. اعتمد الإمام القسطلاني على منهج الشرح المزجي الذي يقوم على دمج المتن كاملا في درج الشرح لفظة اللفظة، لا يغادر منها حرفا، مع السبك بحيث يخرج كلام الأصل مع شرحه عبارة واحدة متجانسة. وهذا المنهج المزجي في الشرح لاقى القبول عند أهل العلم، وكان من الأسباب التي زادت الاهتمام بكتاب إرشاد الساري ووسعت انتشاره، إذ هو الشرح الوحيد التام الصحيح لصحيح البخاري الذي سلك هذا المنهج. 2. يبتدئ بذكر الكتاب شارحا لمفردات ترجمته لفظة اللفظة، موضحا مراد الإمام البخاري، وتكلم غالبا على مناسبة الكتاب لما قبله ولما بعده من الكتب. ثم يثني بذكر الباب والترجمة شارحا لألفاظهما، موضحا لمراد الإمام البخاري من الترجمة، ويتكلم أحيانا على مناسبتها لما قبلها ولما بعدها من التراجم، وقد يبين مناسبة الترجمة للحديث أو الأحاديث التي يريدها الإمام البخاري تحتها، أو يؤخر ذلك إلى آخر شرح الحديث. ثم يبدأ بسياق سند الحديث، متكلما على كل رجل من رجاله، ضابطا لاسمه ونسبه بالحروف، ومعرفا به بأقصر عبارة تزيل عنه اللبس، ومبينا وفاته حتى يصل إلى الصحابي راوي الحديث فيترجم له ترجمة موجزة، ويذكر غالبا عدد أحاديثه التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراوي ممن تكلم فيه بيّن وجه الكلام فيه أو وجه إخراج البخاري له. يحرص على ذكر الفوائد الإسنادية أو اللطائف الحديثية، ويكرر توضيح ذلك في كثير من الأسانيد. ينقل كلام الحافظ ابن حجر في المعلقات من مقدمته، ويندر عوده إلى تغليق التعليق، وقد يعتمد على غيره فيذكر من وصلها، ويحرص على بيان سبب تعليق الإمام البخاري رحمه الله. 7. يورد كلام الدارقطني على الأحاديث وما أجاب به ابن حجر في هدى الساري مع الإيجاز غير المخل، ثم يذكر لفظ الحديث واختلاف النسخ وروايات الصحيح في هذه اللفظة، إن كان ثمة خلاف، معتمدا في ذلك على النسخة اليونينية، موجها لهذه الألفاظ من جهة الإعراب، ومبينا لمعانيها مع حرصه على بيان المعنى الأليق بالسياق، وقد يذكر اختلافا في روايات من خارج الجونينية، فينقل ما يورده ابن حجر في الفتح، أو الكرماني في الكواكب الدراري، أو الزركشي في التنقيح، ويميز بعض ذلك بقوله في نسخة من غير الجونينية. يذكر ما دلت عليه الترجمة والأحاديث من الأحكام الشرعية وقول المذاهب الأربعة وغيرها أحيانا، ولا يعتمد إلى ترجيح قول على قول يتوسع في بيان فوائد الحديث، وينبه إلى إشاراته التربوية والسلوكية وما يناسبها من أخبار الصالحين، يبين القراءات الواردة في الألفاظ القرآنية، ويضبط ما يحتاج إلى ضبط بالحروف. يذكر أحيانا مع فروق اليونينية فروعها كالنسخة الناصرية، والتي يسميها أحيانا النسخة التنكيزية ونسخة أغبغاء. ومن منهج القسطلاني أن يكرر شرح الأحاديث التي كرر البخاري ذكرها، ويحيل أحيانا للتوسع في الأحكام الفقهية على الموضع الأول الذي شرح فيه الحديث. ينقل ما زاده العيني على الفتح على وجه الاختصار، كما ينقل تعقباته، وينقل رد ابن حجر عليه، ويعلق بما يراه مناسبا حسب المقام. طبعا ذكر هنا في الحاشية فاست القسطلاني ذكر فروق رواية كريمة المروزية طبعا التي ذكرت في اليونينية، وذلك تبعا لعدم وقوفه على اصطلاح اليونيني بالترميز لها بالحمرة، وما نقله من فروق لها هو مما نقله عن فتح الباري. أخيرا يذكر آخر الحديث مواضع تكرار البخاري له ومن شارك البخاري في إخراج الحديث من أصحاب الكتب الستة. هذا هو منهج القسطلاني في إرشاد الساري.